لك هبيت الله يرحمه. وبعدين تعالي هين، شقتك اللي عماله تتعوجي علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرينا الرجال. ايه بخت شيء مش كده، احنا بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال، في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبه لي زبالتك. ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدتي خطيبك حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا هيموت عليا؟ لا حلتها وانت الصادقه، ده كان مش همشي وراك عشان انت رخيصه. ما تيجي اتطلقتي واترميتي اهو، كان عبارك ولا جالك يا حبيبتي؟ ما هم الرجاله كده، ليها نسوان نظيفه للجواز ونسوان كسر الفراخ العين.